كرة ملعوبة ناحية اليمين. البريتشي بيستلمها ناحية اليسار، الله! جول! الطراروة! يعقوب الطراروة! يعقوب الطراروة بشكل سريع. البريتشي مع فهد العنزي جات اليسار بيدخل منطقة 18، بيلعبها من اليسار اليمين، بيتابعها يعقوب الطراروة بنجاح الحقيقة بحضور ثاني في هذه المسابقة. يعقوب الطراروة بيسجل أيضا هدف في هذه المباراة في دقيقة 46، هدف أول لصالح نادي الكويت. البريتشي من ركلة جزاء الآن راح ينفذها. البريتشي، البريتشي، جول! هدف ثاني، هدف ثاني لصالح نادي الكويت في الدقيقة 34، هدف ثاني، هدف ثاني